هل بتقدروا تعتنوا بأهله لما بيجوا معاه وكده زي بقية المستشفيات، ولا لسه مفيش مجال في المستشفى؟ لا، هو في حاجة معمولة كويسة، إن إحنا موفرين مواصلات من اسكندرية لبرج العرب عشان نقل الطفل بأهليه. شيء جميل. وفي برضو عندنا كمان 7 عمارات في برج العرب تملكها جامعة اسكندرية والمستشفيات الجامعية. دلوقتي بنحاول نوضب 2 أو 3 عمارات عشان تبقى ضيافة لأهل المريض، على أساس إن ده طفل وأهله ما يقدروش يسافروا ويرجعوا له تاني، وما يقدروش يقيموا كلهم معاه في المستشفى، فبنوضب 3 4 عمارات بحيث إن دول يخدموا الفندقة لأهل المريض. في أول مستشفى حكومي جامعي لعلاج أورام الأطفال في مصر، هدفنا نعالج 1700 طفل بالمجان بدون شروط أو تمييز. مستشفى برج العرب الجامعي لأورام الأطفال، علاج الأطفال ما بيستنهاش.